قضيت كل عمري بالحصار وبالحروب وبالأوضاع الصعبة، ويا ما شفتش حاجة حلوة في حياتي. يعني احنا حياة غير مستقرة تماما، بأي لحظة يصير في تصعيد وحرب. انت كيف تتصور يعني البني آدم هيك يفتح عينه على الدنيا، او يعني يوعى على الدنيا في حروب، حرب ورا حرب؟ احتلال اسرائيلي يسهل خاطر انه يسكر عليك الاكسجين. قضينا 17 سنة يعني اللي فاتت، يعني سواء كانت يعني ايش حروب عسكرية او في الازمات الاقتصادية، كارثة بكل المقاييس. الحصار يعني مش بس انه تسكير معابر وخلصنا، بس الحصار من جميع الجهات اللي ممكن تتوقعها اي بني ادم انه ممكن يعيش مش حياة كريمة، اقل من حياة كريمة، حتى انه حياة ادمية فش. والله 16 سنة اللي فاتن كانت يعني صعبة على الكل، سواء من الناحية المادية أو من الناحية النفسية، خصوصا يعني إحنا يعني مرت 3 حروب أو 4 حروب تقريبا، كانت دمار نفسي بالنسبة لشباب غزة. أنت كيف تشوف بلدك هيك بتتدمر في لحظة واحدة، وانهيار واحد ثانية واحدة بيوم واحد البلد تصير بالمرة؟ يعني إحنا ما بنصدق إن نشوف حاجة حلوة في حياتنا بتيجي بتتدمر كلها بلحظة واحدة. يعني من أول موعد على الدنيا كل حرب بتصير في غزة بتأثر علينا، بتأثر على أهدافنا، وكل حرب بتصير اليهود بتحاربنا في اقتصادنا. أصلاً من الأولويات اليهود حربها باقتصادنا، وبالعكس ونجحت إنها تهد الاقتصاد في قطاع غزة بالكامل وهدته. كبداية عمري كطفلة شهدت حروب ومجازر، صراحة لو أوصف لك بشاعة المنظر مش حقدر أوصف لك هذه البشاعة. شفت شهداء، شفت أشلاء، شفت جرحى، يعني ظروف صعبة صراحة. برجع البحر لأنه الشغلة الوحيدة اللي ممكن تتنفس فيها في قطاع غزة هي البحر. أحلامي والله بعد 17 سنة يعني من الحصار والضيق والخنقة بكل أنواعها وأشكالها، نعيش أبسط حياتي كإنسان. كأحلام أنا طموحاتي عالية جداً، طموحاتي إنه أكون مذيعة، إنه أفرر للعالم قضيتنا وإيش بنعاني من ظروف صعبة، سواء على الحصار أو أي شيء. والله وأنا نفسي أطلع دكتور، بس إنه أدرس وأتعب وفي الآخر ما لقيش لا وظيفة ولا شغل، هذا إشي صعب علي. يعني إنه أنا بعد كل التعب والدراسة ما لقيش مقابل لإلي أو إشي يعمل لي مستقبلي في الشغل في غزة، هان صعب كتير على نفسيته. فكرت اني اخذ لانش واطلع فيه، بس لا اطلع اي بلد اللي اطلع اشتغل، بس عندك فيها طرادات وفي عندك هنا مواد حربيه، اي حركه بتتحرك فيها بنسفوك على المطرح. الواحد نفسه يطلع برا غزه ويشوف حياته، لانه غزه يعني وعينا احنا عليها حرب ورا حرب، حرب ورا حرب، وكل حرب بتمر اصعب من الثانيه. يعني في عيال ما حد من سجل المدني. أطلب من العالم أن نحن من حقنا يعني كبني أدمين سنعيش وناخد حريتنا ويدفعوا عنا في الاحتلال. إحنا عن جد من حقنا نعيش حياة كريمة ونترفه ونلعب وندرس ونتعلم ونمارس ونكون جزء من المجتمع. ياريت كل العالم كله يطلعنا بعين الإنسانية. بحكي للعالم يعني شوفوا قضيتنا، يحاولوا يشوفوا معاناة أطفالنا وأهلنا في غزة، يطلعوا شوية على الجانب الإنسان ويحسوا هيك، يكون عندهم شوية ضمير إنساني. بدي أسأل العالم لمتى نضل هيك في هذا الوضع؟